ان شاء الله ناخد مع بعض دلوقتي جنرال اكسرسايزز، تدريبات عامه، ونستنس على الدرسين الاول والثاني من الوحده الرابعه من كتاب باي بيت. عندنا هنا صفحه 183 بيقول لك كومبليت اكمل ذا فالون دايلوج، الحوار التالي. التيتشر، المدرس، از اسكينج هيز ستودنت، بيسال الطالب بتاعه، بيسال الطالب، بيسالوا ايه اباوت، بيسالوا عن ايه، ذا كارناك تمبل، بيسالوا عن معبد الكرنك. المدرس بيسأل الطالب عن معبد الكرنك. هنا تيتشر وستودنت، المدرس والطالب بيدور ما بينهم الحوار. المدرس بيسأله بيقول له what was in أو what was the last historic place you visited، ايه هو اخر مكان تاريخي انت زرته، اخر مكان تاريخي زرته. هنا طبعا عرفنا من اول سطر انه بيسأله عن ايه، عن معبد الكرنك، هيقول له طبعا ده كان ايه معبد الكرنك، يبقى ات إنه was يعني كان the Karnak temple، معبد الكرنك، the Karnak temple، ده هو كان إيه معبد الكرنك، ده آخر مكان تاريخي أنا زرته. هنا المدرس بيقوله what could you use أو what could you see there، طيب إيه اللي أنت شفته there يعني هناك، شفت إيه هناك في معبد الكرنك؟ طبعا هيشوف هناك طبعا التماثيل، يبقى هنا what could you، يبقى يو هتتحول الى I، يبقى I could بعدها الفعل في المصدر، I could see يعني انا شفت او قدرت اشوف هناك ايه، statues اللي هي التماثيل، statues there يعني هناك، انا شفت هناك الايه التماثيل، تمام، يبقى التماثيل اللي هي الايه statues. هنا المدرس بيسأل سؤال، هنا الطالب قال له around 4000 of years ago، يعني ايه ago يعني منذ حوالي كام، 4000 سنة، يبقى هنا بيسألوا عن عمر المعبد، يبقى how old يعني كم عمر، how old كم عمر المعبد، how old is the Karnak temple، كم عمر معبد الايه معبد الكرنك، كارنك تيمبل اللي هو معبد الايه معبد الكرنك، عمر المعبد ده قد ايه، بيسألوا عن الايه عن العمر. المدرس سأله قال له حاجة، الطالب هنا قال له it was awesome، انه كان رائعا، awesome يعني رائع، ماشي، طب ايه رأيك فيه، يبقى what do you think of it، طب ايه رأيك في المعبد، يبقى what do you think يعني ايه ايه، بيسألوا عن رأيه، طب ايه رأيك في ايه of it، it هنا تعود على مين، المعبد بتاع الكرنك، رأيك في ايه، قال له it was awesome، ده كان ايه ده كان رائع. هنا المدرس بيقول له what could you learn from this historic place، طب ايه بقى اللي انت learn يعني تعلم، ايه اللي انت قدرت تتعلمه من هذا المكان التاريخي، المكان التاريخي ده لما زرته وشفته فيه الايه التماثيل وعرفت بعض المعلومات عنه، اتعلمت منه ايه، طبعا هنا انا اتعلمت حاجات عن تاريخ مصر، يبقى I could يعني انا قدرت learn ان انا اتعلم about، اتعلم ايه اشياء about يعني اتعلم عن the history of Egypt، اتعلم عن تاريخ ايه عن تاريخ مصر، the history of Egypt، قدرت اتعلم عن the history of Egypt يعني تاريخ مصر. نيجي بعد كده الجزء الخاص بالاختيارات، والسؤال رقم واحد بيقول لي هنا بترا is a great، بترا او البتراء دي بتكون ايه رائع او عظيم، place مكان ايه، in Jordan في الأردن، a lot of tourists visit it، كتير من السياح بيزوروها، يبقى كانت مكان ايه، funny مكان مضحك وعظيم، ولا hard صعب او صلب، ولا historic مكان تاريخي عظيم اللي هي البتراء، ولا interested يعني مهتم، طبعا بيكون مكان تاريخي عظيم، is a great historic place مكان تاريخي عظيم. رقم اتنين when we arrived at the museum، لما احنا وصلنا للمتحف،
أنا وقت was waiting for us. مين waiting for يعني ينتظر، بقى مين اللي كان بينتظرنا؟ statue التمثال كان بينتظرنا هناك قدام المتحف، ولا waiter الجرسون هو اللي هينتظرنا، ولا guide المرشد السياحي عشان خاطر يعرفنا المعلومات بشكل صحيح داخل المتحف، ولا جيست اللي هو الضيف؟ طبعا المرشد هو اللي كان منتظرنا هناك قدام الايه، قدام المتحف. بعد كده رقم 3، we walked under a big، احنا مشينا تحت ايه كبير، before we entered the museum، قبل ما احنا ندخل الايه المتحف، entered يعني دخل، قبل ما دخلنا المتحف احنا مشينا تحت ايه كبير، arch مشينا تحت القنطرة او القوس كده الكبير، ولا كاسل القلعة هنمشي تحت القلعة، ولا استاديوم هنمشي تحت الاستاد، ولا ثيتر هنمشي تحت المسرح، هنمشي تحت ايه قنطرة كبيرة او قوس كبير كده قبل ما ندخل الايه المتحف. رقم 4، there's a beautiful نقط from the top of the mountain، يوجد ايه جميل او رائع من اعلى الجبل، من اعلى الجبل. احنا شفنا كده ايه جميل ورائع، ريفيو مقالة نقدية او مراجعة، بريفيو، بريفيو هنا بمعنى معينة، ولا فيو شفنا منظر طبيعي جميل كده من على الجبل، ولا انترفيو، ولا مقابلة شخصية. طبعا شفنا ايه a beautiful فيو، a beautiful فيو منظر طبيعي جميل from the top of the mountain من اعلى او من قمة الجبل. رقم 5، وشود يجب علينا our service يعني انفسنا from pollution من الايه من التلوث، لازم ان احنا نعمل ايه لانفسنا من التلوث، bring يعني يحضر، protect protect يعني يحمي، لازم نحمي انفسنا من التلوث، make يصنع، walk يعني يمشي، لازم نحمي نفسنا من التلوث. we should انه يجب علينا protect ourselves نحمي انفسنا from pollution من التلوث. بعد كده 184، والسؤال رقم 6 في الاختيارات، I went to the national، أنا ذهبت إلى إيه قومي أو وطني، and watched a nice play وشفت مسرحية إيه، وشفت مسرحية جميلة. رحت لفين بقى عشان أشوف مسرحية؟ ميوزيوم، هروح المتحف عشان أشوف مسرحية، ولا ثيتر، ولا المسرح القومي، ولا كاسل القلعة، ولا سينما، هروح السينما. طبعا هروح للمسرح القومي، I went to the national theater، رحت المسرح القومي عشان اشوف a nice play مسرحية جميلة. رقم 7، اقرا النقط، is a building، ده بيكون مبنى، where muslims pray، pray يعني بيصلي، المسلمين بيصلوا فيه، المسلمين بيصلوا فين؟ اتك بيصلوا في الصندرة او الغرفة اللي فوق السطوح، ولا صوفة على الكنبة، ولا ماسك في المسجد، ولا تشارج هنا طبعا عندي اللي هي الكنيسة يعني. طبعا المسلمين هيصلوا فين؟ هيصلوا ماسك في المسجد. رقم 8، why not people smoke in hospital، ليه ما ينفعش الناس ممكن ان هم يدخنوا فين؟ في المستشفيات. لماذا لا يجب على الناس، او لماذا يجب الا يدخنوا في المستشفيات؟ تمام، why must، ليه يجب ناس يدخنوا، ولا كان يستطيع، ولا mustn't، لا يجب، ولا haven't. طبعا لماذا لا يجب على الناس ان يدخنوا في المستشفيات، يبقى why mustn't. رقم 9، you touch any of the building، تلمس اي مبنى، تلمس اي مبنى، because لان it is very old، لان المبنى ده بيكون قديم جدا، المباني القديمه ما ينفعش ان احنا نلمسها، بتكون حاجه اثريه. You must، ليجب ان انت تلمس اي مبنى، ده هو اصلا بيقول لي very old، ده قديم جدا، هقول must touch لازم تلمسه، ولا كان تقدر، ولا haven't، ولا mustn't. طبعا لا يجب ان انت touch، تلمس any of the building، اي مبنى، لان المباني ده بيكون ايه، بتكون very old، قديمة جدا. والسؤال رقم 10، بيقول لي children، الاطفال play with matches، يعني هنا play يعني بيلعبوا، with matches بالكبريت، هم الأطفال ينفع ان هم يلعبوا بالكبريت، must يجب يلعبوا، ولا mustn't لا يجب، ولا should، ولا have طبعا mustn't، هنا يجب ألا يلعبوا with matches بالكبريت. رقم 1، في الجزء الخاص بتصحيح الخطأ، بيقول لي هنا you not must، ما اسمهاش not must، sail، sail sail يعني يبحر، in bad weather في الطقس الايه السيء،
عايز يقول له يجب الا تبحر في الطقس السيء، ما تلاقيش الطقس السيء وتروح تبحر تعمل ابحار. it is dangerous لان ده ايه بيكون خطير، يبقى يجب الا اسمها ايه must not. طب ندمجها او نختصرها هيبقى mustn't. mustn't يعني يجب الا سيل تبحر in bad weather في طقس سيء. رقم 2 you mustn't يجب الا be careful ان تكون حذرا، يجب الا تكن حذرا when you do experiments in the laboratory. experiments لما تيجي ان انت تجري تجارب علميه يجب الا تكون حذرا وانت فين laboratory في المعمل وانت بتعمل تجارب علميه يجب ان انت تكون حذر، بدل must هتبقى ايه must. يجب ان انت تكون حذر وانت بتجري do experiments تجارب علميه in the laboratory في المعمل. رقم 3 what mustn't ماذا يجب الا I to do ان انا اعمله in class، ايه اللي ما ينفعش اعمله في الفصل. طيب عندي هنا ايه، ادي رقم 1 كلمة الاستفهام، 2 must او mustn't، بعد كده 3 ادي الفاعل، بعد كده لابد ان ياتي الفعل فيه المصدر to do، هنشيل التو ونكتب دو فقط، ادي المصدر بتاع الفعل، ما الذي لا يجب علي فعله في الفصل. رقم 4 ايه بيسأل وبيرد، ايه بيسأل بيقول what we do when we drive، ايه اللي المفروض نعمله لما بنكون درايف، درايف يعني يقود، لما بنسوق سيارة بنسوق اتوبيس المفروض نعمل ايه. قال we must follow the traffic rules، لازم ان انت follow يعني يتبع، لازم ان انت تتبع ايه the traffic rules اللي هي قواعد المرور، تتبع قواعد المرور. يبقى what ايه what must، ما الذي يجب علينا do ان احنا نعمله او نفعله، يبقى must. رقم 5 بيقول هنا زياد take this exam، زياد يأخذ هذا الامتحان to get the degree عشان يحصل على الايه على الدرجة، عشان يحصل على الدرجة. هل بيقول هنا هل يجب على زياد ان هو يأخذ هذا الامتحان لكي يحصل على الدرجة، يبقى هنقول هنا هل يجب يعني ايه must والفاعل والمصدر، جايب لي هنا الفاعل والمصدر يبقى باقي مين، باقي must معنى هل يجب. write a paragraph of about 90 words on، عايزين paragraph من 90 كلمة عن a description of a historic place you visited، عايزين هنا كده ايه وصف ل historic place، عايزين وصف لمكان تاريخي you visited انت ايه انت زرته، وده اصلا متجاوب عندي في اخر الوحدة. وبإذن الله اقدم لكم اهم البراجرافات الهامة والمتوقعة لمنهج الصف الثاني الاعدادي الترم الاول.